بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، النهاردة معنا خبر عن اللاعب حسام عبد المجيد. حسام عبد المجيد هو لاعب كرة قدم مصري، ولد 1 يناير سنة 2001 ويبلغ من العمر 22 عام، ومركز اللاعب هو لاعب مدافع، ويلعب حاليا مع نادي الزمالك برقم 36. أما عن مسيرته الشبابية، سنة 2020 كان يلعب مع نادي الزمالك، وسنة أما عن المسيرة الاحترافية سنة 2020 لعب أيضا مع نادي الزمالك، والمسيرة الكروية سنة 2021-2022 في 12 يوليو 2022 سجل حسام عبد المجيد هدف في التقدم لصالح الزمالك في مرمى المقاولون العرب في الدقيقة 37 من عمر المباراة، جمعت الفريقين في على استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة 24 لمسابقة الدوري المصري الممتاز. بشكركم أعزائي المشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.